خلينا نتكلم عن ميليشيا العرجاني وتفتيت مصر أو بيسموها بلقنة مصر، برضو من الدكتور المساري. من حوالي 4 سنين السيسي طلع يتكلم عن فكرة فصل سيناء عن مصر، وضع حاكم لها، وقال لك كان زمان عندنا كاتب كان غالبا هو ابراهيم سعدة، كان بيكتب بوكس كده في الأخبار كل يوم سبت تحت عنوان أنور وجدي، وكان يكتب كلام كده عجيب جدا، او مش لا مش ده 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 كان في كان في بقى بوكس زيه كده في المصر اليوم، كان بيكتبه واحد كده مسمي نفسه نيوتن. الراجل ده في احد البوكسات يعني، سوري في اللفظ، هو اسمه كده او انا قلت كده يعني، قال كلام كده عن فصل سيناء عن مصر. قال انه يجب ان تفصل سيناء عن مصر وبقالها حاكم. الكلام ده لما صدر في وقتها الدنيا قامت في مصر. ما السيسي بقى طلع انه حافظ الكلام ده، فراح طالع بيتكلم على مقالات نيوتن ده ووصفها بانها مقدره. اسمع كده. يعني كان حصل نقاش الايام اللي فاتت وانا مش عايز ادخل فيه قوي، في مقاله من المقالات اللي اتكلمت عن، معلش يا ابحى وقفك شويه، اتكلمت عن سيناء وامكانيه ان احنا يعني في ناس طرحت افكار ليها يعني، وكل الكلام اللي يتقال مقدر، ومحدش ابدا لما يجي يعني حد يتكلم يعني يقول لك ده مثلا يعني ليه اهداف كده ولا مش. لكن انا كنت اتمنى ان اللي عايز يرد على اي حاجه يكون على علم بما نفعله نحن خلال الفتره اللي احنا موجودين فيها الست سنين دول، ماذا فعلنا بسيناء. على علم، ويتك على علم قوي كده، جاهل السيسي وقتها كان بيرد على مقالات في المصري اليوم لكاتب مجهول الهوية كان بيسمي نفسه نيوتن اللي هو ده، وبيتكلم على استحداث وظيفة وبتاع وصنع وانطلاقاتها الكبرى، تولى محمد نقطة حكم عمره 81 سنة، مهاتير محمد كذا. فالراجل كان بيتكلم على مستقبل سيناء وفصلها عن مصر. زي ما هنشوف الخبر ده اهو، مساحة سيناء هي 60,000 كيلومتر مربع، يا 66 تقريبا يعني، تقترب من مساحة الأردن، وهي 89,000 كيلومتر مربع، 9 أضعاف مساحة سنغافورة، و700 مش عارف إيه كيلومتر مربع نحو 6 أضعاف مساحة هونغ كونغ، 1,000 كيلومتر مربع تقارب مساحة كوريا، 100,000 مش عارف إيه. من يتولى هذه الوظيفة، اللي يتولى بقى وظيفة إدارة سيناء يعني، تكون له حرية إقامة النظام الأفضل للحكم المحلي الذي يحقق الاستقرار لهذا الإقليم. الأخ نيوتن أنا معرفش هو مين يعني، لكن هو شايف ان سينا دي تعزل عن مصر وبقى لها حكم ذاتي. انت شايف المقال؟ انا ما اجيبش عندي. نادى في المقال ده لاستقلال سينا عن الدوله ويبقى لها قوانين مستقله. فصل سيناء عن مصر. ده اللي وصفه السيسي بانه كلام مقدر. ده انت اللي مقدر، والله العظيم يا مقدر انت يا مقلوظ. الوظيفه تتطلب الاستقلال التام عن بيروقراطيه القوانين السائده، يبقى لها قوانين خاصه بتاعتها. مطلوب الابتعاد عن ميزانية الدولة، يبقى لها ميزانية لوحدها. لن يجمع الإقليم بالدولة إلا السياسة الخارجية والدفاع المسؤول عن حماية الحدود. هنا لن نضيع وقت في اختراع نظام وقوانين جديدة، سنستعير النظم والقوانين المطبقة في دول ناجحة زي سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ. يعني يبقى سينا كده عاملة زي هونغ كونغ. حتى الكلام ده من إمتى حضرات؟ الكلام ده من 4 سنين. وقتها طلعوا الناس هاجموا الفكرة دي، وطلع أهالي سيناء نفسهم هاجموا الفكرة. زي ما قال الخبر ده بعد ما قال الدعوة للانفصال، شباب سيناء ينتفض ضد هلاوس نيوتن. خلاص النهاردة الكلام بتاع نيوتن ده بيتحقق على أرض الواقع المبارك، بمباركة من السيسي نفسه، بعد ما وافق على أن يكون في سيناء ميليشيات تحت مسمى مزيف اسمه اتحاد القبائل العربية، واللي كتير من الناس قالوا أن فعلا ده بداية لتقسيم سيناء، وده اللي قالته الكاتبة شيرين عرفة في التغريدة دي. قالت إيه بقى؟ تخيل لما تحدث ضجة كبرى في مصر بسبب مقالات لكاتب مجهول يكتب باسم مستعار في جريدة المصري اليوم تحت اسم نيوتن، يدعو فيها صراحة لانفصال سيناء وجعلها إقليم مستقل بذاته ولها حاكم خاص وقوانين تشجع الاستثمار لجلب رؤوس الأموال إليها من جميع أنحاء العالم، فيخرج السيسي بعدها في إحدى مؤتمراته ليقطع الكلام فيه ويتناول بالحديث تلك المقالات فيدافع عنها وعن كاتبها، ويقول أن الكلام المكتوب فيها مقدر ولا يجوز أن نتهم صاحبها أو صاحب المقال في نواياه، وأنها أفكار استثمارية محترمة
لكن حكومته قد أقامت استثمارات وضخت أموال في سيناء بأكثر مما يتمنى هو ويتمنى المصريين. عرفتم الآن من الذي يخطط لانفصال سيناء؟ ولماذا تكونت هناك ميليشيا مسلحة تدعمها السلطة ويدافع عنها الإعلام ويتم تفخيم صاحبها ومدحه وتقديمه للرأي العام على أنه نجم مجتمع ورجل مال وأعمال؟ وأخيرا، ما رأيكم في ألوان القاعة التي يجلس فيها السيسي والتي أصبحت هي الألوان الرسمية لكل اجتماعاتي ومؤتمراتي ومقرات الدولة الرسمية ومراكز الشرطة ومباني الوزارات؟ أما إذا أنت مش مؤمن بكل ده وشايف اتحاد قبائل سيناء ده كيان وطني محترم ومفيش نوايا وحشة ولا حاجة، فالسؤال الأهم هنا هو اتحاد القبائل العربية هو أي كيان في الدولة اجتماعي مفترض يكون تبع مين في الدولة؟ مفترض يكون تبع وزارة التضامن الاجتماعي، والوزارة دي بتراقب الأموال اللي داخلة واللي بتتصرف. وأتذكر في التسعينات كانت روزي اليوسف شنت حملة على بعض الجامعات المسيحية أو الجامعات الخاصة أو الأهلية بشكل خاص بشكل عام يعني، وقالت إن لازم الدولة تراقب أموال الجامعات الأهلية. وفعلا حصلت مشكلة كبيرة مع الجامعات الأهلية في بداية التسعينات، ربما 93 تقريبا. يعني الدولة لازم تراقب الجامعات الأهلية، الفلوس اللي بتجيلها بتجيلها منين؟ طب بتتصرف على مين؟ السؤال هنا بقى، هل اتحاد القبائل ده يتبع وزارة الدفاع مثلا باعتباره فصيل من القوات المسلحة زي ما قال مصطفى بكري في الفيديو ده؟ انه قلت ايه؟ اعتبروه فصيل من القوات المسلحة. لا ما اقول ذلك يا استاذ عمرو، انا حريص كلمتي والتسجيل موجود. موجود. نحن طبعا نحن مساندون للقوات المسلحة والشرطة المصرية. دي ميليشيا، الحقوا ده مش عارف ايه، الحقوا ميليشيا ايه ده، اعتبره فصيل من فصائل القوات المسلحة. يعني الجيش هو اللي بيصرف على اتحاد القبائل من فلوس المصريين مثلا؟ الجيش هو اللي بيراقب عليه ولا ايه؟ يعني كده ان الجيش بيموله من الميزانيه بتاعت الجيش اللي محدش في مصر يعرف عن ميزانيه الجيش اي حاجه، واتحدى مصري يعرف عن ميزانيه الجيش اي حاجه، صح ولا ايه؟ ولا بيتمول منين؟ عايزين نعرف اتحاد القبائل العربيه بيتمول منين. والسؤال ليه وزير الدفاع اللي هو كومساري عبد العزيز فهمي ده ليه ما راحش طلعش توضيح للشعب وقال لهم ان كيان العرجاني ده احنا ملناش علاقه بيه ولا اي حاجه؟ ده اللي طالب بيه الأستاذ ناصر أمين. قال أعتقد أن وزير الدفاع شخصيا والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ملزمون أمام الشعب بإصدار بيان عاجل وفوري لتأكيد أو نفي هذه الجريمة. فالقوات المسلحة ملكا للشعب ومنشأة بقانون وفقا للدستور، ولا يجوز مساس لأي مؤسسة أن يؤسس ميليشيا مسلحة غير منصوص عليها بالقوانين المنشأة والحاكمة للقوات المسلحة. ما طلعش حد اتكلم. السؤال من إمتى الدستور المصري بيسمح بأن أي حد يكون ميليشيا ويقول أنها جزء من القوات المسلحة؟ نشوف كده المادة دي في الدستور بتقول كام. المادة تقريبا 200. القوات المسلحة ملك للشعب. اطلع بيه، اطلع يا بيك، ركز معايا. مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقاومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسب. طبعا دي هكسة كبيرة قوي، الحفاظ على مدينة الدولة ده عندهم لطفي أو عندهم مترتر. ويحذر على أي فرد أو هيئة أو جماعة أو إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. هتقول لي بكري تلاجع عن الكلام ده أصلا وقال إنها جمعية أهلية. صح، حصل، ما اقدرش اكذب، بكري تراجع فعلا وقال انها جمعيه اهليه. اتفضل. بتردد بقالها يومين ثلاثه موضوع الميليشيات، انه دي ميليشيات، دي حاجه خارجه عن الدوله، ده شيء بره اطار القانون. اكيد حضرتك قريت الكلام ده وشفته. اي ميليشيات؟ ونحن نقول ان احنا كيان هو هيبقى جمعيه اهليه في اطار قانون الجمعيات الاهليه، ده نمره 2. نمره 3، تجربه اتحاد قبائل سيناء مختلفه عن هذه التجربه. تجربة اتحاد قبائل سيناء كانت بالتعاون مع القوات المسلحة وبالتعاون مع الشرطة المصرية في سيناء لتحقيق هدف معين، تقديم المعلومات عن أماكن الإرهابيين والمساعدة في مواجهة الإرهابيين، وهذه مهمة وطنية قام بها أهالي سيناء في فترة زمنية محددة، هي فترة العملية العسكرية الشاملة اللي أمر بها السيد الرئيس عبد التعزيز، وانتهى الأمر. حلاوتك وانت بتهزها، هز كمان. يبقى السؤال بقى،
لو ده كلام حقيقي واتحاد القبائل مش تبع القوات المسلحة هو مجرد جمعية أهلية يعني تبع وزارة التضامن. معنى كلامك يا بكري إن وزارة التضامن هي اللي بتمول اتحاد القبائل، وإن الأسلحة اللي بيشتريها العرجاني والعربيات الفخمة، يا بيبو أنا قلت لك امبارح دور لي على العربية دي ثمنها كام ولا سألت فيا يا بيه؟ دور لي العربية دي، في 12 عربية عدوا في الموكب، الموكب بتاع حد حذرني امبارح قال لي خلي بالك ان العرجاني ممكن يعمل فيك حاجة، ده ناس مجرمين او نخنوخ، طب اعمل ايه؟ فاي حاجة هتحصل لي انا هلبسها للعرجاني بصراحة يعني، لانه بلطجي وعنده شد بلطجية وبتوع بودرة يعني. المهم يعني انا وزارة الداخلية وزارة التضامن هي اللي بتصرف على الناس دي، هي اللي جاية العربيات دي، يا خبر ابيض، ده ما فيش جمعية اهلية، لا دي تبقى مصيبة بقى ان مفيش حد في الدوله يعرف حاجه عن الكيان ده وتمويله. معقوله يا جماعه بجد؟ معقوله تبقى مصيبه؟ الحقيقه ان اتحاد القبائل العربيه ده لا تبع وزاره ولا تبع اي حد، ولا دي ولا دي. لو وزاره الدفاع، بص بيقول لك ايه، العرجاني عنده 10 عربيات كاديلاك مصفحه، ثمن العربيه 25 مليون جنيه كلها من تجاره الزيتون. ده الزيتون ده، بعد عنك ده الزيتون ده حي في مصر، ده حي جميل والله، حلمية الزيتون. اه والله العربية 8-25 مليون جنيه، يا سنة سوخة. ليه بتركب تلاقي ايه جواها بقى؟ انا بص بقى، واحد جوه في الكنترول بيحرق دم، بيقول لي ده، بيقول لي قليل عليها 25 مليون جنيه. ليه يا عم؟ قال لي دي مصفحة بقى وحاجات من دي. العربيات دي يا جماعة، انا ايه، امتى هشوف عربية زي دي؟ والله العظيم امتى هيبقى عندي عربية زي دي؟ ليه انا مع ده عنده 12 عربيه، عنده معرض سيارات، وبعدين خط الشركه بقى اللي انتجت العربيه الكاديلاك دي هي بقى ده الزبون بتاعها بقى، فطبعا في مواصفات خاصه بقى، يعني اللي بيسموها ايه بالانجليزي سبيشال ريكويست، الدريكسيون لو سمحت اخليه في السقف، وعايز مساج في صباع رجلي الصغير، وعايز وانا قاعد حد يفليني. يا راجل حرام عليك. بيقول لي قليل عليها 25 مليون جنيه، يعني عنده 12 وقال 10 ولا قال 10 عربيات، 10 في 25 مليون بكام يا علاء؟ احسب لي كده 10 في 25 مليون، انا ما اعرفش احسبها بصراحه. والله 250 مليون؟ يعني بس صارف على العربيات دي 250 مليون من تجاره التين والزيتون؟ لو المصحف دي تبقى مصيبة ان ما حدش في الدولة يعرف حاجة عن الكيان ده وتمويله. الحقيقة ان اتحاد القبائل مش تبع اي حد خالص، ملوش دعوة باي حد. اتحاد القبائل ده هو نبوءة نيوتن الكاتب المجهول، او هو خطة، ركز معايا بقى، التقسيم والبلقنة اللي اتكلم عنها هذا الرجل المسيري. لانه رغم نفي مصطفى بكري ان دي مش ميليشيا، ومره يقول لا ده فصيل من الجيش، ومره تاني يقول لك جمعيه اهليه، تخيل ان اتحاد القبائل والعرجاني ما حبوش يتاخروا عن ممارسه دورهم الحقيقي كدوله داخل الدوله. عندك دليل؟ خد الدليل ده. اتحاد القبائل العربيه يحذر من خطوره اجتياح رفح ويطالب مجلس الامن بالتدخل. لا والله. طب معلش معلش معلش، انت بصفتك ايه تطالب مجلس الامن؟ يعني انا اقف كده كمحمد ناصر في برنامج مصر النهارده واقول انا اطالب مجلس الامن؟ انت ما تعرفش تخش مجلس الامن اصلا. يعني ابراهيم العرجاني مين دي يا جماعه؟ حد يعرفنا بالمدام اللي جايه دخلت دي؟ مش وحشه برضو. اوكي هجيلك لحظه واحده. يعني ابراهيم العرجاني لو حب يخش مجلس الامن مقر الامم المتحده هيقول راح فين حضرتك؟ مش هيعرف. بيطالب اتحاد القبائل، يطالب مجلس الامن بالتدخل. يا ولا يا ولا. خلاص خلينا بقى البيان عشان ما تقوليش اليوم السابع بتاعي. اتفضلي يا مدام قولي اللي عندك.
مشاهدينا نوه في البداية إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية بأن الاتحاد يتابع تطورات الأحداث الجارية في منطقة رفح القريبة من الحدود المصرية، ويراقب التهديدات الموجهة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المناطق الشرقية للمدينة تمهيدا لاجتياحها، وإذ يحذر الاتحاد من تداعيات وخطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح هذه المنطقة المكدسة بسكان، يطالب في الوقت ذاته بتدخل مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية لوضع حد لهذا العدوان والذي ستكون له نتائج كارثية على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين وعلى المنطقة بأسرها. كما يطالب الاتحاد المجتمع الدولي بكل فئاته بضرورة ممارسة أشد أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن هذا العدوان الخطير والاستجابة للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق هدنة ما بين حماس والحكومة الإسرائيلية، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار والتوقف عن العدوان وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني. هذا ويعلن اتحاد القبائل العربية عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في رفضه كافة الأساليب الهمجية والعدوانية والتي تستهدف إرغام الفلسطينيين على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وهو الهدف الحقيقي لحكومة نتنياهو، وهو أيضا المخطط الذي حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى لهذا العدوان. إن اتحاد القبائل على ثقة من وعي الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بتراب هذا الوطن ووعيه بحقيقة المخطط الذي يستهدف القضية وتصدير الأزمة إلى الدولة المصرية بهدف إنقاذ حكومة نتنياهو التي ارتكبت أبشع جريمة إبادة في التاريخ ضد الشعب الفلسطيني. إن مصر القيادة والشعب كان لها موقفها الواضح منذ الأول يوم للعدوان، ولم تتوانى عن الاستمرار في ممارسة هذا الدور الذي طالب بوقف العدوان وتقديم المساعدات الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية، وهو موقف يدعمه الاتحاد باعتباره الموقف الحريص على القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها وعلى حياة أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التي دخلت شهرها السابع. إننا إذ نبعث برسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي نطالب جامعة الدول العربية بعقد جلسة عاجلة لبحث هذا العدوان وتداعياته على الأمن القومي العربي وعلى مسار الحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني وعلى حياة أبنائه. لو المصحف يعني بيكلم المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ده بقى دولة. بيان زي ده المفروض يطلع من دولة، هذا شغل دولة ما شغل عصابات، العكس يعني البيان اللي زي ده اللي بيتقال ده ويتقال على الشاشات المصرية يطلع بيه متحدث عن الرئاسة أو وزارة الخارجية. طب ايه رأيك يا درش بقى، انت بتقولي ان هو جمعية أهلية، لسه برضو ولا جمعية أهلية ولا اي حاجة، ده دولة داخل الدولة وبيمارس دورها. وده خلى الكاتب محمد نعيم بيسأل، هو بأي صفة اتحاد القبائل بيصدر بيانات تحذير زي دي؟ خلينا نشوف الكاتب محمد نعيم بيقول ايه. اتحاد القبائل هو اللي بيحذر ويستنكر، هو اللي بيحذر وبيستنكر. يعني المفروض لو في شاب متحمس دلوقتي يروح يتطوع مع اتحاد القبائل العربية للدفاع عن العروبة وسيناء. يعني دلوقتي عندي تشكيل مسلح بيقول رأيه في السياسة بشكل مستقل استنادا إلى قواته على الأرض، ولا استنادا على أنه مقدمة لمنع اتساع الصراع؟ طب حضرتك مش واخد بالك أن هناك ما لا يمنع نظريا من تأسيس اتحاد لأي حاجة تانية؟ مش معقول. يعني انت مش انت عشان اجبن واضعف انك تبقى طرف مباشر في المواجهات اللي انت اصلا واخد فلوس البلد عشان تاخدها، تصدر كيانات غير شرعية، ده بيتكلم على السيسي، وغير قانونية قد تنتهي مآلتها الى نزاع السيادة المصرية او نزع السيادة المصرية عن نفسها بحجة الارهاب او الانفلات او تدخل الخطوط القبلية العابرة للدول او اصطياد اسرائيل في الماء العكرة، سواء ده نتج نتيجة تطورات موضوعية على الأرض أو بسبب غدر دولي محتمل. يعني ودينا شايفين الأمريكان بيلوشوا في الدنيا إزاي. طب لو مش دي خيانة تبقى إيه؟ طب ما سألش نفسك ليه اتحاد القبائل بيصدر بيان يحذر فيه من اقتحام رفح؟ أنا أقولك، عشان المهمة المكلف بيها من الجماعات أو بعد الاجتماعات تمت يعني بين الجيش والمخابرات العسكرية وبعض قبائل سيناء هي التصدي لأي نزوح محتمل للفلسطينيين. هو ده اللي قالته ميدل إيست آي في الخبر ده. تفضل. غزو رفح، الجيش المصري يلجأ لقبائل سيناء لاستعداد للتدفق الفلسطينيين. وقالت إن في مخابرات العسكرية المصرية عقد اجتماعات مع قبائل سيناء في الأسابيع الأخيرة للمناقشة دورهم المحتمل في حالة حدوث غزو إسرائيل الرفح في جنوب غزة. وخلال اجتماعات قال ضابط المخابرات المصرية أو ضباط المخابرات المصرية أنهم يقدرون تدفق الفلسطينيين بما يتراوح ما بين 50 إلى 250 ألف شخص نحو سيناء إذا نفذت إسرائيل عملية برية في رفح الفلسطينية. وقد عقدت الاجتماعات قبل الإنشاء المثير للجدل لتحالف المجموعات القبلية على الجانب المصري
بقيادة رجل الأعمال صاحب النفوذ الموالي للحكومة وزعيم الميليشيا إبراهيم العرجاني. لو ده مش انفصال سيناء عن مصر يبقى إيه؟ وهو ده اللي قالته أو اللي قاله الدكتور المسيري في كتابه عن الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه مصر، إن مصر تتحول إلى مجموعة دويلات، وإن الدولة المصرية من مينا لحد دلوقتي مبنية على الدولة المركزية. حتى إنه يحيى حقي في أحد كتبه بيتكلم على إنه في عصر المماليك في فترة من الفترات كل مملوك يعني استولى على حتة بقت بتاعته، فالنيل باظ والترع اتسدت والبلد باظت والأسعار وبقت في فوضى. ده يحيى حقي في أحد كتبه. فالدولة المركزية هي قوام مصر. حبة إسرائيل بقى تضرب حكاية الدولة المركزية دي عن طريق تكوين مجموعة دول، دويلات صغيرة لها حكم ذاتي. المسيري كتب الكلام ده في الكتاب ده من 25 سنة.